السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المغرب يمنع دخول المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا ودول إفريقية أخرى. قررت السلطات المغربية منع أي مسافر قادم من جنوب إفريقيا من ولوج التراب الوطني وفق ما أفادت به اللجنة الوزارية للتنسيق وتتبع لوائح الأصفار الدولية خلال الجائحة. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الأمر يتعلق فضلا عن جنوب إفريقيا بكل من بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي. ويأتي هذا القرار في إطار التدابير المتخذة للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19 ومواجهة تدهور الوضع الصحي في بعض البلدان. وأخذت السلطات المغربية هذا القرار على إثر الأخبار المتعلقة بمتحور جديد وخطير بجنوب إفريقيا، حظر الولوج إلى التراب الوطني على مواطني هذا البلد وعدد من البلدان الأخرى في جنوب القارة، وكذا على المسافرين القادمين من هذه البلدان أو العابرين لها.